أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم حياتي صلاة. هل تخلو حياة الإنسان من التجارب؟ هل خلت حياة الأنبياء من التجارب؟ هل تأتي التجارب بسبب خطايانا؟ هل يجربنا الله؟ وليه؟ هل دخولنا التجربة بيفيدنا؟ وإزاي؟ حياة الإنسان لا تخلو من التجارب والضيقات، فهي لكل حتى الأنبياء، وبنشوف ده في أمثلة كتير زي يوسف الصديق وأيوب. ودايما بنسأل ليه التجربة؟ تعالوا نتأمل في الأسئلة دي في حلقة النهاردة من حياتي صلاة، فتابعونا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، احنا النهاردة بنتأمل في حلقتنا عن الصلاة والتجارب. كتير قوي من الناس بيفتكروا إن التجارب بتيجي بس للناس الأشرار الخطاة، لكن احنا عندنا أمثلة كتيرة لكمان ناس صالحين أتقياء بيعدوا في تجارب. أكيد. فتفتكري ليه ده بيحصل؟ بص، هو كل واحد بيمر بتجربة، والتجربة دي الله ما بيستثنيش حد منها، والتجارب دايما بتبقى لمنفعتنا وصلاحنا. ولازم نكون متأكدين ان مع كتر التجربة مش معناها ان الله غضبان علينا او الله زعلان مننا. في سفر المزامير والأصحاح 34 والعدد 19 الآية بتقول: كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. لأول وهلة كده لما تشوف كلمة كثيرة تقول ده البلاوي كتيرة قوي، لكن يكمل على طول ويقول لك ومن جميعها كلها. يعني ما قالش مثلا هخلصك من تلات أرباع، هخلصك من واحدة أو اتنين، لا، ده بيقول ومن جميعها ينجيه الرب. أمين. فلازم نكون واثقين إنه مع إنه بيسمح لينا، لأنه هو مش بيجربنا، الله ليس مجرب بالشرور، هو بيسمح لينا، وهو بيسمح لينا بالتجربة هو بيدينا المنفذ. هو عارف إن أنا هتحمل قد إيه، عارف مقدار تحملي قد إيه، ما بيدينيش حاجة فوق طاقتي أبدا. أمين أمين. وده يخلينا نقول مثلا إن في نوعين من التجارب. في نوع اللي هو التجارب والأحزان اليومية، زي مشاكل في الشغل، مشاكل في العلاقة الزوجية، الحياة العادية. الحياة العادية. وفي نوع تاني اللي هو التجارب الروحية، اللي هو بقى بيتدخل فيها الشيطان بقى والحرب معاه علشان يرجعنا عن إيماننا تاني. وهنلاقي الإجابة عشان سؤال ليه التجربة في تثنية 8 وآية 2: وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. ربنا بيسمح بالتجربة عشان يشوفنا احنا هنثبت معاه، هنفضل حافظين كلامه جوانا ولا لا، هنضعف وتخور قوانا ونجري بعيد، ولا هنثبت في جيش الانتصار. أمين. كمان بيقول في تثنية 8:16: الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أبائك، لكي يذلك ويجربك، لكي يحسن إليك في آخرتك. هيحسن إليك في آخرتك مهما كان المشاكل اللي بتعدي فيها، مهما كانت الضيقات والحروب، لكنه هيحسن إليك في آخرتك لأنك صابر وصادق معه. أمين أمين. الله ساعات بيسمح بالتجارب، لازم نتأكد إن هو بيسمح بالتجارب لمنفعتنا. أمين. زي ما واحد كده بيروح يشتغل في كذا شغل، كل ما بيروح يشتغل في شغلانة ويسيبها ويروح لشغلانة تانية بياخد منها
تجربة، بياخد منها خبرة أكتر، بيتعلم منها حاجات كتيرة قوي. نفس الحكاية مع التجارب الروحية أو مع التجارب اليومية. إحنا كل تجربة فينا، كل تجربة بتيجي علينا بتزودنا ثقل أكتر، بتزودنا قوة أكتر. أمين. طول ما إحنا بصين على الله. نفس الحكاية لو إحنا شفنا في دانيال 13، سفر دانيال والأصحاح 13، لما الملك رمى الفتية الثلاثة في النار، لما اشتكوا عليهم ورمى الفتية الثلاثة في النار، عمل ايه؟ استغرب جدا وهو قاعد عمال يبص عليهم، لقاهم أربعة مش ثلاثة، كانوا ثلاثة مربوطين، لقاهم أربعة عمالين يتمشوا في النار، مفيش طالعة منهم ريحة شياط، مفيش أي حاجة خالص. قاعد يستغرب ويقول للناس اللي حواليه، هو مش احنا رمين ثلاثة بس؟ هو كان عندهم ثقة ان تجربتهم ديت هم مش لوحديهم، وعشان كده الله يعني عرفهم ان هم مش لوحديهم وكان موجود وسطيهم. امين. وخلى الثقه بتاعتهم تطغي وتطلع للملك، ان الملك يستغرب وبعد كده امن بالههم. امين امين. امن بقوه الههم، انه قال ما فيش الهه بتعمل اللي بيحصل ده. بالظبط. كمان ايوب مثل كبير جدا في تحمل التجارب والضيقات. ايوب كان بيقدم ذبايح لي والأولاده، يقول لك لحسن يكون حد من ولادي نسي وعمل خطية غصب عنه. شوفي قد إيه كان بيراعي علاقته وعلاقة أولاده بربنا. خايف بس إن يكون حد من ولاده غلط غصب عنه، سهوا فيقول لا، أنا عايز أبسط إلهي، أنا عايز دايما تبقى علاقتنا كويسة. بيقول أيوب لما عد عليه التجربة الصعبة اللي هو عاش فيها، وبعد كده قعد ضعف في الآخر وابتدى كان خلاص يعني هيستسلم، وأصحابه اللي حواليه سابوه والضيقة كانت شديدة جدا، بس ربنا ابتدى يتكلم معاه. فبيجي في أيوب 42 والعدد 5 بعد لما خلص كلام ربنا، فبيقول أيوب بيكلم ربنا بيقول له بسمع الأذن قد سمعت عنك. زمان أنا كنت سمعت عنك وعن عظيمك وقد إيه أنت قدير وعظيم، لكن الآن قد رأتك عيني. أمين. دلوقتي أنا شفتك كمان. شافوا أكيد ما شافش الله كشكل، لكن شافوا بعظمة، شافوا بجلال، شافوا بمجد. هي دي قدرة ربنا أن هو ينجد في وقت التجربة. خلونا دايما ما نسيبش أبدا نفسنا في التجربة، ونكون متأكدين إن هو أبدا مش هيفارقنا، دايما هيفضل معانا. إلهنا الصالح العجيب العظيم عمره بيسيبنا أبدا. عشان كده خلونا نتأمل الترنيمة الجاية دي ونقول له ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش. تحت رحايه شك وضيق، وان
لسانك أفريس أفريس أبدا أبدا لسانك كان فريق من وانا من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب في الموجة والريح والخوف وابقى بنازع في أسع إحسانك لا مفارقيش مفارقيش أبدا أبدا إحسانك لا مفارقيش من وأنا لسه فرحي بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيلي وسابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما من وانا لسه فرحي بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ما فارقنيش من وانا لسه فرحي بالأم الرحمة شالتني وما اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين مره اخرى في حلقتنا النهارده عن الصلاه والتجارب. وزي ما الكتاب المقدس بياكد لنا يا داليا في كرونسوس الاولى 10-13 بيقول لم تصبكم تجربه الا بشريه ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. يعني احنا مهما التجربة صعبت اكيد هيطلع لها منفذ عشان نقدر نستحمل ونكمل. امين. عارف المشكلة مش احنا لو ما دخلناش في تجارب كتيرة جدا هنكون هشين مش هنبقى يعني شداد وقوي علشان نواجه التجربة. لو ما عندناش ايمان بربنا هنلاقينا احنا لسه هشين حياتنا هشة حياتنا ضعيفة قوي. وهو ديت المشكلة ان احنا دايما بنبص لرد الفعل. رد الفعل ما بيبقاش رد فعل ربنا، مش هو ده مشكلة رد فعل ربنا على المشكلة، لكن المشكلة في رد فعلنا احنا بالضبط. هل احنا لما بنواجه المشكلة احنا واثقين في الهنا انه هو هيقف معانا في المشكلة، ولا انا ببقى مهزوز ومخايف ومتضايق وتعبان؟ بيبقى شكلي ايه لو حاطط بيا التجربه؟ المفروض ان انا ما احزنش وما اخليش الحزن يملك عليا، لان الحزن بيضعف من مناعتي بالظبط، بيضعف من ايماني، بيخليني بيوقف عقلي ما بفكرش بعد كده. الكتاب المقدس بيقول في سفر الخروج 14 والعدد 14 وعد اكيد، وكل وعود ربنا اكيده. بيقول
الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. تصمتون. أمين. بالظبط كده. أمين. لازم دي نحطها في وشنا. أي تجربة تيجي قدامنا لازم أقول الآية ديت. أقول له يا شيطان أنت مش هتقدر عليا. الرب يقاتل عني وأنا ساكتة وأنا سايبة إيدي. مش هقدر. طول ما أنا عندي إيمان، طول ما أنا عندي ثقة بالله، هو دوت اللي يخليني أواجه التجارب بثقة جامدة جدا. أنا عايز أقول لك إن أكيد يوسف كان بيتعامل بالشكل ده على طول في حياته. يعني يوسف قاعد يعدي من ضيقة لضيقة، من تجربة لتجربة. أول حاجة إخواته اللي كانوا دايما بيغيروا منه، وإخواته باعوه ورموه قبليها في البير، باعوه للمصريين وراح هناك اشتغل عبد. بعد لما كان كريم في بيت كريم اشتغل عبد عند فوتيفار، وبعد كده جه وتجرب تاني مع مرات فوتيفار وراح بسببها السجن. بس كل ده دايما كان إيمانه أنه هو هيطلع من التجربة، وفعلا ربنا طلعه في الآخر وبقى تاني واحد على أرض مصر كلها بعد فرعون. قدر أنه هو يستخلص النصرة بإيمانه، قدر أنه هو يكسب التجربة بإيمانه، قدر أنه هو بإلهه يعمل كل الصعاب والمستحيلات. بيشجعنا الرسول بولس في رسالته إلى روميا والإصحاح 8 والعدد 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. أمين. وإحنا كلنا مدعوون حسب قصد الله لحياتنا، لأن هو عايز الصلاح لكل واحد، بس علينا دور إن إحنا نقبل ونتقدم ونكسب التجربة. أهم شيء إن إحنا عشان نواجه التجربة لازم نصلي. أمين. والمسيح علمنا كده في حياته. أمين. كان هو برضو دخل في تجارب جديدة جدا لما كان على الجبل بيصلي بعد ما صام 40 يوم. أمين. الشيطان حاول إن هو يجرب فيه، لكن الصوم والصلاة وثقل يعني نفسه كانت مش هشة زينا، كان هو مثقول جدا بالإيمان، كان هو واثق جدا جدا، كان عنده ثقة. بيقول الكتاب اسهروا في إنجيل متى وعدد 26 و41، بيقول اسهروا وصلوا لإلا تدخلوا في تجربة. أمين. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. لازم نخلي بالنا أن روحنا دايما ضعيف، فنقويها بالصلاة والصوم عشان نقدر نواجه التجارب. أمين. أمين. طول ما ثقتنا في ربنا هنقدر نعدي أي حاجة. طول ما أنا مؤمن تماما أن إلهي يستطيع أن يفعل، هو ربنا ما يقدرش في حاجة صعبة على ربنا يعملها؟ لا يستحيل عليه شيء. مفيش صعبة. وبيقول القادر أن يصنع فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يقدر يصنع معانا أكثر من ما احنا ممكن حتى نفتكر. لأن هو الإله العظيم كلية القدرة وكلية الحكمة. أمين. 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 فأبدا أبدا مهما تعدي علينا التجارب، مهما عزيز المشاهد مهما تقابل تجارب، مهما تقابل صعاب، مهما تقابل ضيقات، ثق أن إلهك قوي، ثق أن إلهك قادر أن يصنع فوق كل شيء. أمين. ثق في الإله الحكيم الأمين صانع المعجزات. دلوقتي إحنا لينا الوقت أن إحنا نتأمل معاه، نجيله بكل قلوبنا، نشكره ونمجد اسمه، ونسمع الترنيمة اللي جاية دي ونتأمل في كلماتها. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش وملهش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش وملهش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مسدود. قولي تخاف ليه متشالف عليه،
مش في ايديك، شعرك معدوم. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده الهك حي ما بينامش وملوش حدود. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده الهك حي ما بينامش وملوش حدود. يا سلام يا هنا كل ما هو إياك، وإيديه سندك وعليك بيسود. خليه مسؤول عنك على أمين. دي فرصتنا دلوقتي إن احنا نقدم قلوبنا لله رافعين صلوات نشكره فيها إن هو دايما معانا، ودايما احنا بنخافش ومش شايلين أي هم، لأن إلهنا صادق وأمين في مواعيده. اختلي بإلهك دلوقتي، قول له كلماتك أنت الشخصية، قول له يا رب أنا مش خايف، قول له أنا بسلم لك كل أموري، أنا بسلم لك الحلو قبل الوحش، أنا مش بخاف من التجربة لأن أنت ماشي معايا. أنا لوحدي هخاف جدا، لكن أشكرك من أجل الأمان اللي أنت بتكفيهولي يا رب، أشكرك من أجل الحماية اللي أنت بتديهاني، أشكرك من أجل كل شيء حسن أنت بتديهوني، أشكرك يا رب لأن أنت دايما واعد أنك هتكون معايا في التجربة مهما عدت بصعوبتها، لكن أنت دايما وعودك صادقة أن أنت مش هتسيبني. عشان كده أنا مش مهتم بيها ومش فارقة معايا خالص
مدى صعوبتها، لأن أنت بتهونها عليا. يا رب كن معانا دايما واحفظنا في اسمك القدوس، وليكن دائما شخصك ممجد في حياتنا وظاهر في كل حركاتنا وتصرفاتنا. في اسم المسيح اسمع واستجب، أمين. أحبائنا بنشكركم على متابعتكم حلقتنا النهاردة. مستنين أي أسئلة منكم عن الصلاة أو أي طلبات صلاة بتحبوا نشارككم فيها، ابعتولنا على الإيميل اللي باين في أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتي صلاة. الرب يبارككم.